Gabby Media Produktion. Foto, video och trycksaker. Bröllop, dop, event. Filmning och fotografering av högsta kvalitet. Vi erbjuder även digital media, grafisk produktion och trycksaker till företag och privatpersoner. Gabby Media Produktion i Göteborg. Klassiska Café Husaren i Göteborg. I en atmosfär av antik och historia. Med ett av stans bredaste sortiment av kakor och världens största kanelbulle. Svensk kafékultur när den är som bäst. Klassiska Café Husaren. Hemlagat, hembakat och hemtrevligt. Välkommen till Klassiska Café Husaren i Göteborg. Hej och välkommen till oss på GoToBed. Vi säljer sängar och sovrumstillbehör av högsta kvalitet från välkända varumärken. Carpe Diem är en av de tillverkarna som vi samarbetar med. Och just nu har vi flertal erbjudanden som garanterar att du gör din bästa sängaffär. Så besök oss på www.gotobed.se eller någon av våra butiker i Sickla köpkvarter eller Kungens Kurva. Och du, vi kan sängar! مشاهدي سيريا تي في أهلا وسهلا فيكم ببرنامجنا تبع اليوم. اليوم كمان راح نحكي في معاناة عم نعيشها عشناها سابقا وعم نعيشها وآثارها موجودة ويمكن تستمر لفترة كمان من الزمن. حكينا في اللي صار في شعبنا بأكثر من برنامج بأكثر من مناسبة عن اللي صار من قبل 100 عام بال 1915 والمذابح التي لاحقاً أجت بأكثر من فترة زمنية وعلى بواسطة أو على يد أكثر من طرف. بالفترة الأخيرة من 2014 كان الموضوع الجديد اللي طرأ على وضع شعبنا هو أزمة داعش. داعش أجا على مناطق سهل نينوى وبعدين أجا على سوريا كمان في أكثر من منطقة، وبال 2015 كان دخوله إلى قرى سهل الخابور وقرى أخرى مسيحية موجودة في ريف حمص وبالأخص قرية القريتين اللي كان فيها كمان من شعبنا موجود فيها واللي عانت على مرتين دخلت داعش وطلعت من القرية وتعانى منها الناس اللي هونيك مثل ما عانوا في كتير محلات تانية. الأزمة اللي يعاني مية المسيحيين والمسيحيين المشرقيين بالذات على إيد الإسلام المتطرف الإرهابي صارت حديث الساعة في أكثر من مكان، ولكن للأسف للوقت لحد هالساعة ما أخذ حقه بما يحتاج من مساعدة من تسليط ضوء عليه. ولكن أساليب تسليط الضوء على هالأزمة مختلفة وكثيرة. الصحافة دائما حكت، التلفزيونات حكت، ولكن ظلت دائما في مجال محصور. ولكن توثيق الحالة كان ضروري كثير كثير عن طريق أفلام وثائقية تحكي في الأزمة شلون صارت. صار في أفلام وثائقية عن وضع شعبنا بسهل نينوى، صار في أفلام وثائقية بسوريا على الخابور اللي صار باجتياح الخابور من قبل داعش وتدميره لكثير من القرى وهجرة كل الناس من قرى ريف الخابور بشكل عام، جماعتنا من شعبنا السرياني. ولكن هذا الكلام ما اقتصر على هالمناطق، مثل ما حكينا القريتين كمان إحدى المناطق إحدى القرى اللي فيها تواجد لشعبنا كتير، تواجد مسيحي جيد، وهذا المنطقة كمان عانت من دخول داعش لهونيك. عانوا من اعتقالات، من قتل، وعانوا من تهجير قسري غير الظلم والتهديدات اليومية اللي كانوا يعانوا منها، إما اعتناق الإسلام، إما دفع الجزية، إما القتل. فالموضوع مغطى من كتير أطراف، ولكن حلقتنا اليوم راح نحكي فيها مع عمل جديد طلع لتوثيق اللي صار في قرية القريتين بريف حمص، وهذا العمل صار على يد الإعلامية الصحفية، صارت ناشطة لما بتحكي في موضوع اللاجئين. واحد ممكن يعتبرها ناشطة في موضوع اللاجئين واللجوء، اللي هي الإعلامية ساندرا علوش.
زوجة المخرج طارق حداد اللي عملوا سوية في أكثر من مجال في أكثر من فيلم وحصلوا على جوائز. في البداية بحب أرحب بالإعلامية ساندرا علوش اللي هي معنا حاليا عن طريق السكايب من فرنسا من مدينة ستراسبورغ بفرنسا واللي هي رح تحكي لنا عن آخر عمل إلها. بالبداية منرحب فيك معنا ساندرا. بريخرن شو لإلك أستاذ ولكل المشاهدين أستيريا تي في. أنا سعيدة جدا باستضافتكم لإلي وبإني أعلن عن الفيلم من خلال قناتكم. أكيد شكرا كتير إليك، أكيد هذا بيسعدنا. في البداية قبل ما نبلش حابب أعرف شوي الناس مين ساندرا علوش. ساندرا علوش هي من قرية الناصرة بحمص، فهي عانت وحست أكثر من غيرها لأنه المنطقة بتعنيها منطقة حمص وريف حمص. طبعا هي بس هي ولدت في دمشق ودرست الهندسة المعمارية وبعدين توجهت للإعلام واشتغلت في راديو روتانا ستايل ثم تلفزيون الدنيا، بعدين عملت بصوت الغد وبقناة الرأي الليبية، وكمان آخر عمل إليك كان في قناة الإخبارية السورية بمجال بالنسبة هذا العمل بسوريا. طبعا الأعمال تبعك اللي قدمتيها كانت تراوح بين الفنية والثقافية، وأخيرا بالإخبارية السورية توجهتي للسياسة كمان، ولكن حاليا موجودة بفرنسا. توجهتي لفرنسا بال 2015 رحتي لفرنسا. بفرنسا كمان اشتغلتي مع قناة آرتي التلفزيونية المشهورة هنيك، وكمان عملتي. احكي لنا عن فترة فرنسا، إلا إذا أنا شي نسيت من الفترة السورية تحكيه. لا ابدا ما نسيت، شكرا كثير لك فعلا ذكرتني باشياء كثير كنت ناسيانتها. الحقيقه تجربتي بفرنسا مختلفه نوعا ما عن تجربتي السابقه، لانه بفرنسا اتيح لي المجال باني اول شيء اعمل افلام وثائقيه، وهذا ما كنت دوما بالنسبه لي مثل حلم إنه يتاح لي المجال إني أعمل أفلام وثائقية، لأنه فعلاً مجال الوثائقيات بيستهويني بشكل شخصي، أنا بحب أحضر الوثائقيات. ثانياً بشعر بأهمية الأفلام الوثائقية اللي منشوف من خلالها تاريخ، هي وثيقة للتاريخ اليوم أبقى وأدوم من أي وسيلة تانية، لأنه اليوم نحن عايشين بعصر الصورة والصوت، والشيء اللي ما بينحكى عبر الصورة والصوت بيضيع. أكيد الموضوع اللي الوثائقي اللي عملتي عليه خلال هالفترة الطويلة، وخاصة بالفترة لما كنتي بفرنسا ومع هالقناة، بأين مجال كله كان أغلب المجال مثل ما بعرف موضوع اللاجئين، ليش وشلون؟ الحقيقة كل الأفلام اللي عملتها خلال وجودي بفرنسا عن موضوع اللجوء، عن الهجرة غير الشرعية، رحت على كامبات مختلفة بأنحاء أوروبا، صورت بداخلها طبعا في أماكن خطيرة، بعض الصحفيين الأجانب ما بيرضوا يروحوا على هي المناطق، لكن نحن كنا نروح عليها ونقعد بهذا المكان في الداخل ونعمل تقارير ونعمل أفلام لحتى نفرجي الناس الواقع اللجوء الحقيقي، الصورة غير المزيفة اللي بنشوفها على الإعلام ببعض القنوات أو بمعظم القنوات. دوما الواحد بيشوف أنه أوروبا بهالصورة الرائعة، لكن هو بالحقيقة بالنسبة للاجئين تحديدا هذا ليس هو واقع الحال بالنسبة لكثير منهم. بالمجمل أكثر من بين 23 ل 26 فيلم تقريبا نحن عملنا بفرنسا، كلهم بيتحدثوا عن اللجوء وعن واقع اللاجئين وبطرق مختلفة. أنت بهالأعمال اللي قدمتيها كلها كانت لأرتي؟ نعم بشكل يعني معظم معظم كان لأرتي، كان في بعض التعاونات حرة مثل ما منقول مع بعض المنظمات اللي هي مهتمة بشأن اللاجئين، فكنا أيضا نرصد لإلهم تقارير الإخبارية ونعمل معهم حملات توعية بمخاطر اللجوء والهجرة غير الشرعية ومساعدة المهاجرين اللي ما عندهم وسيلة للحصول على أخبار بأماكن مثل المخيمات اللي موجودة واللي شفناها بفرنسا هون، فنحن كنا وسيلة الأخبار لإلهم، فنحن أسسنا بمحل جريدة تطبع للاجئين لحتى هن يكونوا على اطلاع.
كتير كويس. بالأعمال القدمتية كتير كان أنت قدمتي أكثر من مرة كمان بمجال الأفلام الوثائقية تبعك ونلتي جوائز. ممكن تحكي لنا على هن الجوائز اللي نلتيها في بالذات الفيلم تبع Strangers in the Jungle حكيتي عنه كمان هذا، فممكن نحكي عن هالجوائز اللي حصلتي عليها والأفلام اللي حصلتي وين؟ نحن ما كنا ما كان المخطط انه نحن نحصد نحصد جوائز، لكن الهدف كان انه اول فيلم عملناه اللي هو غرباء في الغابه Strangers in the Jungle هو كان مثل ما بيقولوا المولود الاول، وكانت القضيه هي اللي خلتني اتمسك بهالقضيه اكثر. يعني هدول الثلاث ايام اللي قضيناهم نحن وعم نصور الفيلم هن كانوا ثلاث ايام بقلب احد اسوأ المخيمات بفرنسا اسمه مخيم كالي، فهو يلقب بالجنجل من كتر ما هو مكان سيء جدا. الحقيقه هونيك انا عرفت شو هدفي او شو رسالتي من وجودي بفرنسا والعمل مع هاي القناه الفرنسيه، لانه حسيت انه انا واجبي هون ومسؤوليتي بتقتضي اني انقل صوت هدول الاشخاص اللي ما حدا عم يهتم ابدا انه يسمعهم وما حدا شايفهم، وحتى لما هن بيحاولوا يعبروا ويحكوا فهن يلاقوا بعنصريه وبرفض شديد. فهذا الفيلم رغم أنه تصور بأقل بمعدات جداً بسيطة إلا أنه حصل على جوائز بهوليوود، أربع جوائز، واحدة منهم هي أفضل فيلم قصير أجنبي وثائقي، جائزة أفضل مخرج لزوجي، جائزة أفضل مونتاج بالمهرجان الاسكندنافي بفنلندا كمان، اختير مو بس ربح الفيلم، اختير ليكون فيلم العرض تبع المهرجان، فيلم الافتتاح. ف الهدف كان نحن بالنسبة لنا تسليط الضوء فعلاً على موضوع يتم التعتيم عليه. هون كان في فعلاً تعتيم على واقع اللجوء بفرنسا وفي محاولات لتعتيم الصورة اللي بتطلع من كالي والتي تعرض فعلاً واقع اللاجئين ومعاناتهم بمقابل البروباغندا اللي بتحاول أوروبا دائماً والدول الأوروبية يصدروها. انت ما رحتي للمخيم هذا للكامب تبع كالي، ما رحتي له كصحفية، كنت مقيمة فيه كلاجئة. انا رحت كصحفية انا وزوجي ثلاث ايام، لكن نحن قعدنا فيه وعشنا فيه تجربة اللجوء لمدة ثلاث ايام مثلنا مثل اللاجئين اللي موجودين، لحتى نحن فعلا نقدر نعكس الصورة. يعني كنا عم نصور كل الوقت، صورنا تفاصيل كتير، فتنا لأعماق كتير بهذا المكان، وكان معنا الحقيقة الأشخاص اللي تعرفنا عليهم هنيك اللي هن السوريين اللي موجودين بالكامب، هن اللي كانوا الحماية لإلنا، لأنه فعلاً المكان هنيك خطير للغاية وهنيك ممكن الإنسان ينقتل وما حدا يسأل عليه فعلاً. يعني في قصص ومشاكل وعنصرية وأذى وشي مثل المعارك أحياناً بيصير بين البوليس والمهاجرين، شيء لا يوصف. أنا ما صدقت حالي أني أنا بفرنسا لما شفت هاي الأشياء هيك. إذا حكينا معناته أنت كمان عملتي في مجال السياسي، سياسياً شلون تقرأي الدعاية الغربية أو للدول كلها موضوع المزاودات في موضوع اللاجئين ومساعدات اللاجئين ودعم اللاجئين وهل وعلى الواقع اللي عم بيصير هناك؟ بالحقيقة هلا أنا كمان عملت مع بعض المنظمات بأوروبا، المنظمات اللي هي منظمات الخاصة باللاجئين لمساعدة على المناصرة لقضايا اللاجئين، فبالتالي اللي شفته كان على فترة إنه دائما في محاولة لإظهار أوروبا بمظهر إنه هي عملت وقدمت بما يكفي، لكن بالواقع إذا بتجي للأرقام والحقائق يمكن لربما ألمانيا والسويد هي من أكثر الدول فعلاً اللي هي استقبلت أعداد لاجئين، لكن فرنسا مثلاً أعداد لاجئين جداً قليل اللي استقبلتها فرنسا. بباقي الدول أيضاً بتلاقي وضع اللاجئ غير مشجع، وبالتالي هي الصورة تبع أنه واحد بيجي وبيقعد مرتاح ومبسوط بأوروبا وأنه الدول الأوروبية عم تصرف على اللاجئين، هذا كلام مثل ما بيقولوا مبالغ فيه جدا، لأنه بالواقع في كتير لاجئين أنا شفتهم صورت معهم ومو بس بفرنسا، يعني أنا فتلت بكتير دول أوروبية، بفنلندا، بالسويد، ببريطانيا، بإيطاليا،
بألمانيا وفرنسا كلهم وضع اللاجئين فيهم لا يرقى لأنه نحن نقول أنه هاي الناس أخذ حقوقها أو هاي الناس عايشة حياة بذخ أو حياة مثل ما بيقولوا كل شيء مأمن لها. معاناة اللاجئ فعلا معاناة كبيرة بكل الدول الأوروبية. أول شيء المساعدات التي تقدم إذا بدنا نحكي من باب اللغة من باب التعليم، معظم الخريجين الجامعات ما عم يقدروا يشتغلوا بشهاداتهم بسبب العقبات اللي عم بيحطوها بوجههم بموضوع اللغة وتعديل الشهادة. فبيصفى عندك المهندس والطبيب عم يضطر يشتغل أي شغل لحتى هو ما يعني مثل ما بيقولوا يصفى بلا أكل هو أولاده. هذا الواقع تبع أوروبا. نحن اليوم بيحاولوا الدول الأوروبية هن يظهروا أنهم عملوا الواجب، لكن إذا نحكي بالحقيقة والواقع هن عملوا أقل من الواجب لأنه هن ملزمين باتفاقات دولية. هذا مو كرم أخلاق، يعني هذا قانون دولي. ونحن لاجئين اليوم بسبب ظروف حرب، نحن ما لنا جايين بسبب ظروف اقتصادية ومعيشية. بالتالي اللاجئ من الحرب يجب اعتبار الأخذ بعين الاعتبار كتير عوامل لما الواحد بيستقبل لاجئين الحرب. بدول كتير مثلا مثل فرنسا، وأنا بحكي عن تجربتي الشخصية، أنا صار لي 4 سنين بفرنسا. اليوم أنا كنت عم بعمل أول يوم دورة فرنسي لغة فرنسية بعد 4 سنين. يعني بالتالي أنا بعتقد أنه هذا تقصير كبير. في طاقات كبيرة بين اللاجئين عم تهدر، هي بس لأنه اللاجئ ما هو قادر يتحرك، لا عم يقدر يلاقي شغل ولا عم يقدر يكمل دراسة، وبالتالي عم تروح طاقات شبابنا هنا وقاعدين عم ينتظروا الوراق. في برنامج مذيع العرب أنت شاركتي فيه، كان اختيار مذيع بالنسبة للمتقدمين، يعني المذيع الأفضل. بهداك الحلقة الأخيرة آخر كلمة قلتيها فيه، قلتي كلمة راح اقتبسها منك، أنه إن أعظم مبدعي السينما لن يستطيع أن يصور مشهداً يماثل لحظة حقيقة من هذا الواقع. أنت إيش قد قدرتي جسدي هذا الواقع المرير المأساوي للاجئين بالتوثيق اللي قمتي فيه أنت ضمن هال 23 فيلم اللي قمتي فيهم؟ بقول أنه قدرت وثق جزء فقط من الواقع، لأنه الحقيقة الواقع أقسى وأسوأ من الشيء اللي نحن نقدر نعرضه على الشاشات. في كتير أمور كمان أنا شخصياً لربما ما قدرت أشوفها أو ما قدرت أحكي عنها. في أشخاص ممكن كتير هنن بالنسبة لإلهم الموضوع أصعب من أنهم يقدروا يحكوا فيه. فبالتالي نحن دوماً عم نبحث عن شهادات أشخاص عايشوا، خلينا نقول عايشوا الموضوع. لكن لما أنا بكون كصحفية موجودة في الداخل مثلاً وعم أصور لحظة تهديم داعش فرضاً لدير ماريليان الأثري اللي هو محور فيلمي الحالي، بالنسبة لي هي اللحظة اللي قدرت تسوقها وتصورها داعش، هي من أهم اللحظات اللي أنا كصحفي أطمح أني أنا أقدر وثقها، لأنه هذا هو الحقيقة، هذا هو التاريخ. بالنسبة لي أنا بحاول أحاول دوماً أني أقدم الحقيقة، لكن مثل ما قلت بهديك الوقت برجع بكرر أنه الواقع هو لازال أقصى، ونحن كسينمائيين أو خلينا نقول كصناع أفلام لازلنا ما قادرين نحن انه نحط ايدنا على الواقع بشكل حقيقي. من حكيتي ذكرتي على دير اليان وعلى اللي صار بقريه القريتين، وهذا هو موضوع فيلمك الاخير خلينا نسمي اللي نزلتيه باسم Guardians of the Temple، حارس المعبد. وحكيتي فيه عن القس جاك مراد. احكي لنا شوي عن هذا الفيلم وليش القريتين وليش جاك مراد. الحقيقة فيلم حارس المعبد هو بالنسبة لي أول عمل من إنتاجي الشخصي أنا وطارق زوجي كشركة إنتاج أفلام اللي أسسناها هالسنة بفرنسا، فاخترنا يكون هذا هو الموضوع اللي نبدأ فيه. بداية نحن ننتمي لهذا المجتمع، نحن عشنا تجارب كتير كمسيحيين مشرقيين وتجاوزناها، لكن
لم يتم توثيقها. مثل كثير مثل ما نعرف نحن كثير اشياء بتاريخنا تم طمسها والتعتيم عليها بشكل كلي وتجاوزها، وبالتالي نحن اليوم ما كان عندنا علم ومعلومات كافية عن تاريخنا. أنا هلأ إذا حدا بيقول لي تاريخ الدولة العباسية والتاريخ الدولة الأموية وتاريخ كذا وكذا، أنا بعرفهم لأنه درستهم بكتب التاريخ بالمدرسة. لكن إذا حدا بيسأل عن تاريخنا كمسيحيين أبناء المشرق أو كسوريان أبناء المشرق أو نحن ما عندنا أي معلومات. بالتالي هذا كان الدافع الأول بالنسبة لي إني أختار هاي الموضوع لأبدأ فيه، لأنه أشعر بالمسؤولية تجاه توثيق هاي الأحداث، لأنه بالنسبة لي في أجيال قادمة رح تجي بعد 20 و30 سنة لربما تبحث عن ما حدث اليوم أو بال2015 وما تعرف تلاقي جواب. أنا بيهمني أقدم هاي الإجابات بوثائق وبشهادات حية وبأشخاص هن اختبروا وعاشوا هاي التجارب لحتى تكون وثيقة للتاريخ. رح عشان يعرفوا المشاهدين على شو عم نحكي، رح نطالع تريلر قصير عن هذا الفيلم وبنرجع مرة تانية منكمل حوارنا. الله ما خلقنا إلا لنكون أحرار. وما حدا له حق انه يأسر حرية انسان لو شو ما كان السبب. اصعب اختبار الانسان ممكن يعيشه هو السجن. السجن هو منه تعبير الا عن ظلم السجان أو الحاكم. أنا أبونا جاك مراد. هذا المكان هو بيخبر عن إرث بخص تاريخنا كسوريان. ماريان كان بالسنوات الأولى اللي رحت فيها على الدير هو فقط مكان بقلب الصحراء. أنا إبليس سمعان، أثرية من سوريا. اشتغلت تقريباً بكل المواقع السورية بالتنقيب، بس تجربتي بماريان بلشت بال2003 مع البعثة السورية. منطقة جداً غنية بالآثار، كان في 7 كنائس بهالمنطقة الجغرافية الصغيرة. ماريان كان له أهمية دينية وروحانية بالمنطقة. على البوابة حجر منحوت عليه من الفترات العثمانية أنه مطلوب حماية دور الرهبان الموجودين بهذه المنطقة. هون بماريان في القبر ذاته الأصلي اللي من القرن الرابع اشتغلنا كلنا لرممنا القصر. هذا المكان لازم ينفتح أثرياً وثقافياً ليحيي هيدي المنطقة يلي هي تقريباً خارج خط المطر وخارج خط الحياة. وفي كل القريتين خلال سنين الحرب لعبنا دور كتير مهم على مستوى استقبال النازحين. فتحنا بواب الدير لنستقبل الناس. أول مرة اجوا الناس تقريبا من القريتين ومن محيطة بالألف. معظم المواقع السورية اللي اشتغلت فيها حفريات وتنقيب حاليا هي ما أنا موجودة على الخارطة السورية، يعني مدمرة. الحياة ما فيك عندك خيار ثالث، أو الحرب أو السلام، أو العيش أو الموت، والإنسان هو سيد القرار في هالنقيضين. ISIS militants abduct as many as 230 civilians including women and children after taking the town of Al-Qaryatayn.
بيجوا بيفوتوا على الدير مجموعة من المسلحين وملثمين وبأسلحتهم كاملة، حطونا بالسيارة بطمشونا وبحطونا الكلبشات بإيدنا. يعني الشغلة صارت بدقيقة، فهمت أنه خلاص نحن راحت علينا. شوي ببرم راسي ولا بلاقي كل أهل القريتين المسيحية قاعدين على الأرض. عمري 27 سنة، خطفت بأربعة آب 2015، فاتت داعش ولمت كل المسيحية وأخذتهم على مكان بالصحراء. كان في شيء أكثر من 100 طفل. علينا النساء بالسبي والزلم بالقتل، هيك يقولوا. نحن جايين لنعلمكم بقرار أمير المؤمنين فيما يخص نصارى القريتين. كنا نسمع ضرب، يعني صوت ضرب، عالم عم تنضرب ويعيطوا. أخذونا لعند الآشوريين، قعدونا نحن وياهم تحت الأرض، ما كنا نعرف شو بدهم يعملوا فينا. متنا من الخوف والرعبة لما مرقت الطيارات وصارت تقصف يعني على الأريتين. يوم اللي فاتوا الدواعش، الإسلام يخبوا المسيحية بيناتهم ويطلعوهم برات البلد يهربوهم. أنا هلأ إذا بدي أنسى إرهاب داعش وأنسى حياتي هالست شهور مع داعش بنساها بس مشان ستيلا. قرى بكاملة أفرغت من وجود الشعب السرياني. في كتير أشياء صارت ما بتنحكى. فيلم بهالمعاني، فيلم بهالخلفية هاي لإظهار هيك صورة، مين راح يسمعه؟ مين راح يشوفه؟ الحقيقة الجمهور، في جمهور يعني نحن مو عتبنا على الجمهور، نحن عتبنا على القنوات والممولين والمسوقين وكل الناس اللي هي بتخاف تعرض القضايا الحساسة على شاشاتها. هذا اللي بيزعجني أكثر. اليوم نحن دائما بيسألوا الجمهور، بيسأل إنه ليش ما بتحكوا عن هذا الموضوع وليش ما بتحكوا عن هذا الموضوع، أنا بيهمني شوف فيلم عن كذا. لكن بتجي للواقع بتلاقي إنه أنت كصانع في أفلام تحارب من كل الجهات لما بدك تشتغل على قضية حساسة مثل هاي. معظم القنوات بتفضل تاخذ مواضيع اكثر امانا خلينا نقول، او اسهل، او لربما ما كثير تثير حساسيه عند المشاهد. نحن بنجي كصناع افلام وبنحاول نستفز هي مثل ما بيقولوا هالاشخاص او هي المواقع لحتى هي لربما تقبل تعرض هي القضايا، وبالتالي نحن نكون قدرنا حققنا هدفنا إذا بدنا نكون مؤثرين في المجتمع. يعني مشكلة التسويق هي الصعوبة الأولى يمكن بتلاقوها، التسويق والتمويل. يعني نحن اليوم أنا وطارق مثلا أنتجنا هذا الفيلم على حسابنا الشخصي، فنحن كمان لسنا أثرياء، يعني نحن بعدنا صناع أفلام شباب ببداية الطريق، وهذا الموضوع اللي بيعانوا منه بعتقد كل صناع الأفلام، إنه في أفكار كتير حلوة عندهم، في مواضيع كتير ينحكى عنا. اليوم نحن بمواضيعنا كلاجئين وسوريين ومشرقيين عنا كتير هموم، وعنا فقر وشح بالمراجع وبالمصادر وبالأفلام الوثائقية، يعني بشكل أساسي معاناتنا أنه ما منلاقي حدا يمول الفيلم. إذا لقينا حدا يمول الفيلم فهو بيحاول يتحكم بوجهة النظر الإخراجية أو بالمعلومات لربما اللي بدها تنطرح، أو يعني بيحاولوا يفرضوا سيطرتهم. إذا تجاوزنا هالمرحلة وكان الممول أيضا غير ذلك وكان قادر إنه يعطيك الحرية، بتوصل لمرحلة التسويق اللي هي بدك تلاقي جهة تعرض هذا الفيلم. هلأ اليوم نحن كمان من الجيل الشاب اللي انفتح لقدامه الإنترنت، فنحن إذا تسكرت بوجوهنا المحطات التقليدية مثل ما بيقولوا، فينا نتوجه للإنترنت ونعرض أفلامنا عبر اليوتيوب وعبر منصات أخرى بتتيح المجال للمشاهد إنه هو يحضر المادة اللي نحن تعبنا عليها، ومادة تستحق المشاهد يحضرها، لأنه بالنهاية
معظم المشاهدين يشتكون من أنه ما في مادة مفيدة على التلفزيون عم تقدم أو مادة مهمة أو كذا، بالتالي العطل مو بالجمهور بعتقد. هذاك الوقت عملية متابعة هالأمور هدولة كمان الناس له دور فيها بالإضافة للتسويق والتمويل. إيصال هيك رسائل اللي خاصة مثل ما حكيتي كمسيحيين مشرقيين كسريان مشرقيين إنما منحكي فيها إلى اعتبار خاص عنا نحن أكثر من غيرنا، يمكن يشوفها موضوع إنساني، الإنسان الغربي يطلع عليها موضوع إنساني، أطفال عم بيموتوا، ناس عم بتجوع، ناس عم تهجر، ولكن خصوصية تناول هالمواضيع بالنسبة إلنا شو قد بتعني لك وشو قد بتوصليها أنت بهالطريقة هاي؟ الحقيقة أنه مثلاً الموضوع اللي أنا متناولته اليوم أو بهذا الفيلم هو مو بس بيشمل قصة القس جاك مراد لحاله، هو بيشمل قصة أبونا جاك اللي انخطف من قبل داعش ودير ماريليان الأثري، وهي نقطة كتير مهمة إنه هي نحن أيضاً عم نحكي عن الآثار السورية من خلال حكينا عن دير ماريليان وكيف تتعرض للتدمير والإزالة بشكل كلي، علماً أنه هو هاي الأثر من الأربعمية من سنة الأربعمية ميلادي موجود، فبالتالي نحن عم نحكي عن الآثار السورية، عن المسيحيين السوريين والسريان السوريين، عن 250 شخص انخطفوا منهم نساء وأطفال، ونحن إحدى السيدات اللي كانوا مخطوفات من قبل داعش معنا كمان بالفيلم، كل هدول من مدينة وقرية واحدة، قرية صغيرة جدا هي القريتين، فإذا أخذناها نموذج لما حصل بكامل سوريا منلاقي أنه الأرقام مرعبة، منلاقي أنه الأحداث مرعبة اللي صارت. بنفس الوقت هذا الفيلم لا يظلم المسلمين، لنكون واضحين، الفيلم يعرض إرهاب داعش كما هو، ولكن بالمقابل يعرض أيضا ما قام به الجيران المسلمين من مدينة القريتين لإنقاذ أبناء بلدهم، وكيف هن اللي لعبوا دور مفصلي بإنقاذ حياتهم من داعش بأنه هن هربون وأنقذوا حياتهم على حساب ممكن يكون حياتهم هن. فبالتالي الفيلم بيحكي بطريقة أو بأخرى عن علاقة المسيحيين بوطنهم، السوريان بآثارهم ووطنهم، وعلاقتهم بالمسلمين من جيرانهم، وبنفس الوقت كيف دخل الإرهاب والتطرف على هذا المجتمع وشو كانت آثاره السلبية على هذا المجتمع، إن كان آثار مادية من خراب وإن كان الأثر المعنوي اللي هو تهجير وإفراغ المشرق من مسيحيه. الكم الهائل من القصص والمآسي اللي صارت، إذا عم نحكي بالفترة الأخيرة بس فترة داعش، تم تداولها بكتير من أفلام الوثائقية، بالخابور داولوها بأكثر من فيلم والسهل نينوى كمان. هل أمور هدول برأيك هل عم بيساهموا بشكل أو بآخر بإيجاد نوع من الحلول لتفهم الآخر، لوصول إلى الآخر، لتقبل الآخر للمختلف بالرأي عني وبعيش بالجوار؟ يعني بكلمات تانية، هل تري أنه ممكن سوريا، إذا عم نحكي على سوريا هلا، إذا ممكن سوريا في الأمد، خلي ما سمي القريب، البعيد القريب، في هل 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 أزمة هي رح ننساها، رح نقدر نطلع منها، رح نقدر نعيش مرة تانية في البلد اللي كنا فيه؟ هلا وجهة نظري الشخصية ما بعرف، لسه ما قدرت كون فكرة حقيقية، لأنه أنا اليوم بالنهاية أنا لاجئة، أنا اليوم أعيش هاي التجربة، التهجير القسري، أعيش تجربة أنه أنا أبحث عن وطن، أبحث عن وطني، لربما أنا الوطن اللي أنا ربيت فيه واللي عشت فيه هو ما عاده مثل ما أنا بعرفه، لكن هذا ما بيعني أنه أنا أفقد الأمل، بس من هون لأقدر أرجع أو لربما أولادي يرجعوا، أنا شو رح أعمل بهذا الوقت؟ هل أنا رح أتخلى عن كوني سورية مشرقية مسيحية، أو هل أنا رح كون
مندمجة جدا بالمجتمع الفرنسي وانسى مين انا، او رح استغل واستثمر كل ما انا منه. يعني انا اليوم ما بنسى اني انا من سوريا، لكن انا ما برفض المجتمع الجديد اللي استقبلني. فهي الحالة اللي نحن اليوم عم نعيشها شوي غريبة، انه نحن صار عنا انتماء بطريقة او باخرى للمكان الجديد اللي اجينا عليه واللي استقبلنا واحتضننا باشد اوقات ضعفنا، بوقت نحن انظلمنا وطردنا من موطننا الحقيقي. بالنسبة لي صعب اني انا اجزم بانه انا شو بشوف، لانه بالنهاية كل واحد عنده تجربة شخصية. ممكن كتير الناس اللي بقيت انها تقدر تتعايش مع بعضها من اول وجديد وينسوا يفتحوا صفحة جديدة بحكم انه ما عندك غير حل لحتى تستمر في هذه الحياة، بدك تتجاوز. وممكن كمان الناس اللي طلعت انه هي تنسى بحكم انه هي صارت بعيدة عن هذاك المكان وتنسى المصايب والاشياء اللي شافتها. لكن الاهم من هذا انه نحن نشتغل كاعلاميين على هذا الموضوع. يعني اليوم اللي ما بيعرف شو معاناة المشرقيين لازم يصير يعرف. فيلم واحد واثنين وثلاثة ما بيكفي. خليني أضرب مثال وهو كل بعيد كل البعد يعني عن الوضع اللي نحن عم نحكي فيه، لكن خلينا نقول كم مرة انعمل فيلم عن الحرب العالمية الثانية، كم فيلم معمول عن مجازر اليهود مثلا، المجازر التي ارتكبها هتلر بحق اليهود الهولوكوست. لكن بالمقابل كم فيلم وثائقي معمول عن مجازر العثمانيين بحق المسيحيين المشرقيين، كان سوريان ولا كان أرمن ولا السوريين المشرقيين. بالتالي هذا مثال. نحن اليوم ما عم نصير نعرات طائفية لما بنحكي بهذا الموضوع، لازم نكون واضحين. نحن اليوم عم نحكي تاريخ، التاريخ هذا هو، ما فينا نحن نجي نحط له مكياج للتاريخ ونطلب منه انه يكون بصوره جميله. اذا التاريخ سيء نحن علينا انه نقول التاريخ سيء، بس ما بنحاكم. يعني انا اليوم كصحفي انا ما بحاكم الاشخاص اللي معي بالفيلم، ما بطلق عليهم احكام. انا علي اني اقدم القصه كما هي، والجمهور هو المتلقي، هو اللي بيحاكم، هو اللي بيقرر شو بده من الفيلم. لكن أنا كصحفي واجب أقدم الحقائق التاريخية لحتى كون عم بشتغل شغلي، وإلا بقدر روح أعمل شيء تاني. لكن أنه نحن نعمل أفلام تجمل الواقع وتغيب الحقائق التاريخية، أنا ضد هذا الشيء. عم نحكي على فيلم حارس المعبد، واللي هو آخر إنتاج لكم وأول إنتاج شخصي لكم. لوين رايح هذا الفيلم حاليا؟ شو مستقبل هذا الفيلم؟ الحقيقة نحن لسه، إذا مثل ما انتبهت بالتريلر بالتيزر الجرافيك لسه ما منتهي، نحن لازلنا عم نعمل هاي المراحل النهائية من الفيلم. حاليا عم نتواصل مع منظمات وجهات ممكن تكون ممولة للفيلم لحتى نقدر نحن نتحرر من مشكلة التسويق. إذا لقينا جهة ممولة أو عدة جهات ممولة، شرط أنه ما يعني يحاولوا يفرضوا وجهات نظر على الفيلم. لما منلاقي هاي الجهة نحن جاهزين أنه فورا نطلق الفيلم للعلن، وأنه نحن نبعته على مهرجانات هاي بالدرجة الأولى، لحتى الفيلم ياخذ مشاهدة من بعض النقاد اللي هن والصحفيين طبعا وبعدة بلدان، لحتى نحن نوصل بالرسالة للهدف المرجو. لأنه بالنهاية إذا نحن العرض العام هو للجمهور، لكن أيضا التأثير يكون من خلال التأثير على صناع القرار. فبالتالي ممكن نتوجه فيه لجهات سياسية، ممكن نتوجه فيه لجماعات تنشط في الشأن الإنساني والحقوقي، لحتى نحن نعرض عليهم هاي القضية ويكونوا فقط نكون حققنا هدفنا بالتوعية. ماذا بعد حارس المعبد؟ الحقيقة في عدة مشاريع عم نحضر لها مع بعض الأصدقاء السوريين الصحفيين المنتشرين حول أوروبا. هذا كان هدفي الأساسي الحقيقة، أنه نقدر نوصل لمرحلة نشتغل كلياتنا كجسم واحد ولو كنا موجودين بعدة مدن أوروبية، لأنه نحن بالنهاية بدنا نشتغل على هدف واحد.
اللي هو تحسين أوضاعنا وتقديم مثل ما بيقولوا وثائق للتاريخ. فلما نشتغل على تحسين وضع اللاجئين لازم يكون في عنا شبكة كبيرة من اللاجئين الصحفيين المتعاونين معنا أيضا ومن الحقوقيين ومن كل الأشخاص اللي بيحسوا أنه هنن عندهم لربما رسالة أو شغف بمهنة الإعلام. نحن جاهزين لحتى نكون معهم على تواصل ونتعاون ونعمل أفلام قادمة إن شاء الله. نتمنى لكم كل خير بكل أعمالكم. شكراً. إذا ما عندك كلمة أخيرة أنا حابب أشكرك. الكلمة الأخيرة أكيد الشكر لإلك أستاذ شمعون، شكر لأستيريا تي في. فعلاً أنا جداً سعيدة أني أطلق فيلم حارس المعبد عبر محطتكم. كمان سعيدة جداً بالشي اللي عم بتقدموه. أنا كنت يوماً ما بكورال السريان، كنت رتل بالسرياني وبستمتع جداً لما بسمع اللغة السريانية عم تتحكي قدامي. شكراً لكم لكل المشاهدين اللي عم يحضرونا. بتمنى إذا في جهة حابة تدعم الفيلم أنهم يتواصلوا معنا أو معك كمان بشكل شخصي. وشكراً لك. شكراً كثير ساندرا، شكراً على هاللقاء المفيد نتمنى يكون للمشاهدين كلهم. أعزائي المشاهدين، كبر المأساة اللي عم نعيشها نحن كشعبنا في الشرق والمسيحيين المشرقيين بشكل عام خلى أساليب طرح الإشكال تختلف، إن كانت سياسياً، إن كان إعلامياً، إن كان حتى فنياً وثقافياً بالمجمل. الموضوع متداول دائما، الموضوع ساخن دائما، والموضوع غني دائما لأنه يتداول من أكثر من جانب. أحد الجوانب هو الأفلام والميديا، الإعلام وتسليط الضوء على هذا الشيء. وهذا الشيء اللي قامت فيه أسرة ساندرا علوش هي وزوجها سيد طارق حداد المخرج، وقاموا بهالعملية التوثيق لهذا الفيلم. وممكن يكون في أفلام تانية لاحقة قد تخص نحن كشعب وكمشرقيين. أملنا أنه هالرسالة هي توصل ويكون في آذان صاغية إلى إن كان في مجتمعاتنا وفي مجتمعات الغرب اللي عم نعيش حاليا بعيدين عن أوطاننا في هالبلاد الاغتراب. مرة تانية شكرا لساندرا علوش، وشكرا لكل المشاهدين تبعنا عبر قناة السيريا تيفي، ونتمنى لكم أيام سعيدة وإلى اللقاء.